إذن قصص أخرى مؤلمة تتكشف، فأطفال غزة تأذوا كثيرا بسبب التصعيد الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر العام الماضي. تفاصيل مروعة عاشها أطباء خدموا في قطاع غزة طيلة فترة الحرب بين إسرائيل وحماس، رووها إلى صحيفة نيويورك تايمز. أطباء غزة أكدوا للصحيفة الأمريكية معاينتهم كل يوم تقريبا أطفال مصابين بطلقات نارية في الرأس أو الصدر. الطبيب الأمريكي محمد رسول أبو نوار قال إنه عالج 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و12 عاما مصابين بطلقات نارية في الجمجمة. من جانبه أفاد طبيب العظام مارك بيرل مالتر برؤية 10 أطفال أصيبوا برصاصات في الرأس والصدر. بدوره قال الطبيب عرفان جالاريا إنه حاول معالجة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و8 سنوات أصيبوا برصاصات في الرأس، لكنهم توفوا جميعا. أما الدكتورة رانيا عفانة فروت للنيويورك تايمز حالة طفل مصاب بطلق ناري في فكه، وأنه كان مستيقظا تماما ومدركا لما يحدث، وكان ينظر إليها وهو يختنق بدمه أثناء محاولتها سحب الدم باستخدام وحدة شفط مكسورة. أما الطبيبة خواجة إكرام فقد شرحت الرعب الذي شهدته قائلة إنها شاهدت طفلين عمرهما 3 و5 عاما مصابين بثقب في رأسيهما نتيجة الرصاص المباشر. طبيبة التخدير والعناية المركزة أهلية قطان قالت لصحيفة نيويورك تايمز إنها شاهدت رضيعة عمرها 18 شهرا مصابة بطلق ناري في رأسها. الأعداد التي تصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى العودة أعداد مهولة جدا من المصابين بشكل يومي. نقوم بإجراء عشرات العمليات الجراحية، تعمل طواقم العمليات لأكثر من 16 ساعة يوميا لإنقاذ حياة المواطنين في شمال قطاع غزة. نحن في مستشفى العودة نعاني بشكل حقيقي من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ونقص حاد بل صفر من المخزون من الوقود. نعمل في ظل ظروف صعبة جدا ومعقدة جدا. مستشفى النصر للأطفال وهو المستشفى الأكبر لتقديم خدمة الأطفال مدمر بالكامل ولا يمكن إعادة ترميمه حسب الحجم الدمار الموجود. عشان الصنوار يرضى. حضر إلى مستشفى العودة منذ صباح هذا اليوم ما يزيد عن 45 مصاب، وبصراحة غرفة العمليات لا تستطيع أن تقدم خدماتها إلى المواطنين الذين يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهدافهم. ننتقل الآن إلى غزة، وينضم إلينا دكتور محمد شاهين أخصائي جراحة عظام في مستشفى شهداء الأقصى. أهلا بك معنا دكتور محمد. يعني في الحقيقة يعني لا أعلم من أين أبدأ معك، ولكن أريد أن أعرف وأيضا المشاهدين يعرفون الأمور التي شهدتها ويعني كانت تحت يدك للعلاج، الإصابات التي عالجتها كيف كانت في قطاع غزة؟ طبعا الجميع يعلم بشأن الحرب الضروس التي يشنه علينا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وحجم العمل الذي يبذله ويقوم به الأطباء في قطاع غزة وحجم المعاناة التي يواجهونها في ظل الحصار المفروض ونقص الإمكانات وشح الإمكانات وعدم توفر العديد من المستلزمات الطبية والمستهلكات الطبية التي تساعدنا على إجراء العمليات أو حتى على استقبال الحالات في قسم الطوارئ. هناك عدد مهول من الإصابات يأتي تباعا إلى مستشفى شهداء الأقصى. منذ الصباح استقبل مستشفى شهداء الأقصى العديد من الإصابات من استهدافات الاحتلال في مخيم البريج والنصيرات وغيرها. الإصابات مختلفة الأنواع والأحجام والأشكال. أكثر الإصابات التي تأتي إلى المستشفى تأتي من الأطفال والنساء، مما نشاهده في استهداف الأطفال ومن الجروح العميقة والكسور المتهتكة والعمليات البتر وفقدان الأنسجة وفقدان الأربطة والعضلات وفقدان الأوتار، مما يضطرنا أحيانا إلى بتر الكثير من الأعضاء، الأعضاء العلوية أو الأعضاء السفلية للطفل أو للجريح المصاب.
هناك أعداد مهولة، لا نستطيع السيطرة على هذه الأعداد وعلى حجم الإصابات نتيجة نقص الإمكانات وضعف وشح هذه الإمكانات والمستلزمات الطبية التي يمنع الاحتلال إدخالها إلى قطاع غزة في الوقت الحالي. نعم، مستشفى شهداء الأقصى هو من المستشفيات التي أيضا شهدت عدد كبير في محيطه على الأقل استهدافات من الجيش الإسرائيلي. كيف تعملون؟ الطاقة الاستيعابية التي تعملون بها، عدد الأسرة، سيارات إسعاف، غرفة الطوارئ، ضعنا في إطار ما يجري. العمليات، أين تقومون بعمل هذه العمليات؟ مستشفى شهداء الأقصى يعتبر مستشفى صغير نسبيا مقارنة بالمستشفيات الأخرى العاملة حاليا في قطاع غزة. السعة السريرية لمستشفى شهداء الأقصى ما قبل الحرب كانت لا تتجاوز 200 سرير فقط كحد أقصى، أما خلال العدوان الإسرائيلي في هذه الأيام هناك حوالي ما يقارب 600 مريض منوم داخل مستشفى شهداء الأقصى. نحن نضع ما بين كل مريض ومريض نضع مريض لكي يستطيع استيعاب الكم الهائل من المصابين، ولقلة المستشفيات العاملة ولضغط الحالات والإصابات التي تأتي إلى المستشفى. العمليات التي نقوم بها، هناك خمس غرف عمليات موجودة في المستشفى. الخمس غرف لو أتيت إلى مدار الساعة على مدار الساعة فهي ممتلئة، سواء حالات غيار في العمليات تحت تأثير التخدير والبنج لعمق الجروح وكبرها، ولا يستطيع المريض تحمل ما نقوم به بدون أن نخدر المريض وننومه، تتم عمليات الغيار في غرف العمليات، وأيضا يتم عمليات استكشاف البطن والعمليات الجراحية وعمليات العظام بكافة أشكالها، ولكن بين قوسين حسب الإمكانات المتاحة. نحن فقدنا كثيرا من المستلزمات والمستهلكات الطبية، وذلك لعدم إدخال ما هو جديد على هذه الأصناف. يعني المخزون اللي موجود عندنا تقريبا شارف على الانتهاء، ولذلك نحن نعمل بأقل الإمكانات المتاحة وأقل الموارد الموجودة في المستشفى. قسم الطوارئ قسم صغير لا يستوعب الكثير من المرضى، ولكن إذا دخلنا إلى قسم الطوارئ الآن نجد أن أغلب الأسرة مشغولة بالمرضى المنومين. نحن ننوم ونبيت مرضانا المدخلين في قسم الطوارئ لعدم توفر الأسرة والأماكن في المستشفى. دكتور محمد، كيف تتعاملون مع الحالات الحرجة؟ أتحدث هنا عن الإصابات المزمنة، مرضى السرطان، الكبد الوبائي، وأيضا بالنسبة للنساء الحوامل باختصار إذا سمحت. طبعا نتعامل مع الإصابات الخطيرة أو الأمراض المزمنة، بحيث مستشفى شهداء الأقصى لا يوجد به قسم أورام. نحن نحول هذه الحالات إلى مستشفى آخر ليتم عمل لها تحويلة، أو إذا توفر لها بعض العلاج في المستشفيات يتم أخذه سواء في مستشفى ناصر المجمع ناصر الطبي أو في مجمع الرازي الطبي. هكذا يتم التعامل معهم، ولكن بدرجة أولى نحن نكتب لهم تحويلة للعلاج بالخارج لعدم توفر العلاجات والأدوات اللازمة لعلاجهم في قطاع غزة. ولكن كما تعلمون معبر رفح مغلق ولا يتم إخراج المرضى ولا حتى المصابين ولا حتى الإصابات المهددة للحياة، لا يتم إخراجهم عن طريق المعبر، فالمعبر مغلق وهؤلاء الناس يواجهون مصيرهم في أغلب الأحيان بالموت. الله يساعدهم إن شاء الله. شكرا جزيلا، ويساعدكم على هذه المهنة الصعبة في ظروف أصعب. من غزة الدكتور محمد شاهين، أخصائي جراحة عظام في مستشفى شهداء الأقصى، شكرا جزيلا.